رقم واحد في البروتين ايزوليت، الشكل الجديد للعبوه. شريط تحت كده فيه 110 سعر حراري، نو جروث هرمونز، هيقعد معاك 75 يوم. تخلطه مع فراوله، تخلطه مع عصير رمان. بسم الله الرحمن الرحيم. استنوني بقى اغير وضعيه الكاميرا ونقعد نتكلم مع بعض في تفاصيل الاوردر دوت، واعرفكم على منتج منتج وايه هي مواصفات كل منتج فيهم وايه هي مميزاته. اهلا بكم في الاوردر رقم 6، الاوردر السادس لشراء المكملات الغذائيه من امريكا من موقع اي ايرب لحد باب بيت. لو اول مره تشوف فيديو ليا على القناه يا ريت تنزل تعمل سبسكرايب، ولو الحلقه عجبتك ما تنساش ان انت تعمل لايك وشير. الاول لازم اعتذر لكم طبعا عن فتره الغياب الطويله اللي فاتت، ولكن مش هطول عليكم دلوقتي في تفاصيل كتير. خلينا النهارده في موضوعنا الاوردر السادس من موقع اي ايرب للمكملات الغذائيه، وان شاء الله باذن الله هعمل لكم حلقه منفصله اتكلم فيها انا كنت بختفي فين الفتره اللي فاتت. لو انت ما تعرفش، انا ليا سلسله كامله بعنوان شراء المكملات الغذائيه من امريكا بكافه التفاصيل بقى بتاعتها، ازاي هتدفع الجمارك وهتتكلف قد ايه وايه هي المكملات اللي عامل لها ريكومنديشن او بنصحك ان انت تشتريها، وازاي ان انت تستفيد بافضل العروض والخصومات من موقع اي ايرب الامريكي. السلسله ديت هتلاقي اللينك بتاعها ظاهر فوق دلوقتي او هتلاقيها تحت في صندوق الوصف. الاوردر المره دي يا شباب كان فيه ست منتجات للاوردر رقم 6 من موقع اي ايرب. سبحان الله، هي صدفه جت كده. اول منتج معانا هنتكلم عنه وهو الواي بروتين جولد ستاندر، واي بروتين جولد ستاندر من شركة اوبتيمم نيتريشن. الواي بروتين جولد ستاندر تقريبا معروف عالميا ورقم واحد في البروتين ايزوليت او الواي بروتين ايزوليت، البروتين المعزول، بروتين شرش اللبن المعزول. ده على فكرة الشكل الجديد للعبوة، يعني لو تاخدوا بالكو تعملوا سيرش كده على جوجل شكل عبوة واي بروتين جولد ستاندر 2020 الخاصة بالسنة دي، هتلاقوها بالشكل ده. انا جايب فليفر او طعم ستروبري بانانا، يعني خليط او مزيج ما بين الفراولة والموز الاتنين مع بعض، والطعم الباين اكتر هو الفراولة. حتى هم عاملين شريط تحت كده، شريط لو تاخدوا بالكم منه مش عارف باين في الكاميرا ولا لا، الشريط ده فيه جزء احمر وجزء يعني مخطط كده باصفر، يعني هو بيقول لك ان الفليفر الطاغي او الطعم الظاهر قوي فيه هو الفراوله وفي نسبه من طعم الموز. طبعا زي ما احنا عارفين ان سكوب الواي بروتين جولد ستاندر بيبقى حوالي 30 جرام وفي 110 سعر حراري وبيدينا 1 جرام فات، ونسبه الكربوهيدرات فيه بتبقى 2 جرام، نسبه بسيطه جدا، وتوتال شوجر او السكر الموجود فيه 1 جرام، وطبعا بيدينا بروتين صافي 24 جرام. من الحاجات اللي عجباني اول مرة دي في الشكل الجديد للعبوة ان هم حاطين هنا شكل كاو او اللي هو يعني المصدر بتاع الحليب اللي بيعملوا منه شرش اللبن، وكاتب لك نو جروث هرمونز، ان احنا الابقار بتاعتنا اللي بنستخلص منها اللبن اللي بنعمل لك منه الواي بروتين بتاعك ما بنغذيش الابقار ديت او ما بنديهاش جروث هرمون، عشان خاطر تبقى مطمن ان الحاجة بتاعتك جاية لك من مصدر بيور، مصدر طبيعي. طبعا ما ننساش ان بعض الاطعمة بتفرق عن التانية في عدد السيرفينج بتاعتها، يعني العبوة ديت وزنها 2 كيلو 270 جرام فيها 75 سيرفينج، 75 جرعة، يعني 75 سكوب، يعني لو خدت مثلا كل يوم سكوب واحد هيقعد معاك 75 يوم. في فليفرز تانية او اطعمة تانية بيبقى عدد السكوبز بتاعتها اقل او عدد الجرعات اللي فيها اقل، ممكن يبقى 73 72. في ناس كانت بتراسلني بتقول لي انا كده المنتج ده مخشوش، ازاي مثلا انت عرضت منتج بتقول فيه 75 جرعة والمنتج اللي جبته لقيت فيه 72 جرعة بس؟ لا مش مشكلة، هي بتبقى الفرق بين طعم للتاني او منتج طعم فليفر يعني
يعني للتاني، ممكن واحد يبقى عدد الجرعات فيه اكتر شويه بفرق بسيط جدا عن المنتج التاني. كتقييم للواي بروتين جولد ستاندرد من شركه اوبتيمم نوتريشن انا اديله 8.5 من 10 ككواليتي للبروتين نفسه، لكن بالنسبه للفليفر انا ممكن اديله 6.5 من 10. بالنسبة لموضوع الأطعمة دي بتبقى أذواق، ممكن اللي يعجبني ما يعجبكش أو اللي يعجبك ما يعجبنيش، يعني بتبقى أذواق بتختلف من واحد للتاني. في أطعمة تانية أنا جربتها من واي بروتين جولد ستاندر، طبعا من مميز في شركة الأوبتيمم نوتريشن إن هم منزلين أطعمة كتير قوي. في أطعمة جربتها يعني بالنسبة لي كانت أحسن من ده، بس ده أنا جايبه عشان خاطر ممكن إن هو طبيعي تخلطه مع موز، تخلطه مع فراولة، تخلطه مع عصير رمان، لان طبعا مش هجيب طعم زي القهوة اخلطه مع موز، يعني يعني مش هيبقى مقبول. ما مش هينفع ان انا اخلط مثلا حاجة زي الكافي مثلا مع فراولة، هيبقى الطعم برضو مش مقبول. لكن ده ان هو كفليفر ميكس بين حاجتين، فانت ممكن تخلطه مع اي نوع فاكهه تاخده مثلا الصبح كوجبه كيك ستارت كده في اليوم، او حتى تختم بيه يومك. هو طعمه مسكر شويه، في سنه سكر شويه، زي ما قلت السكوب الواحد فيه 1 جرام سكر، فده بيخلي لك تحس كده بانتعاشه. غير مثلا لو انت في وسط اليوم او بعد التمرين كنت تحب اخد اي اللي هو بطعم الكافي او ان طعم النسكافيه، بحس ان انت بتشرب نسكافيه جرعه نسكافيه كده بالليل وما فيهاش كافيين، يعني يعني كانت حاجه جميله جدا. النهارده عرضت عليكم واتكلمنا مع بعض عن اول منتج من الست منتجات في الاوردر الجديد، وفي كل حلقه هنتكلم عن منتج جديد عشان خاطر نديله حقه في شرح مميزاته. هتلاقي روابط جميع المنتجات موجوده اسفل الفيديو. وكمان ما تنساش لو عايز تحصل على خصم 10% لاي اوردر تعمله من موقع هاي اير، كل اللي عليك ان انت هتدخل الكود دوت عند الشراء. اكتبوا لي تحت في التعليقات ايه احسن طعم جربتوه للواي بروتين. اشوفكم قريب ان شاء الله.